السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكر جلالة أشواقع لهذه الزيارة هذه وعلى الاستضافة اللي جاو عندنا السناك ديال الشيف سيمو البوتشي سيمو العالمي. غنوريكم شوية على راسي كما كيقولوا الناس. سيمو اللي بدينا في الدومين الحمد لله في 2008 من الدومين ديالنا وخدمت في بزاف ديال المحلات هنايا سميتو في اسفي وفي لي ريستو حسب التجربه ديالي وحسب لي سناك وداكشي عندنا كانت عندي واحد السمعه مزيانه في المدينه ومن بين الافضل ديال لي كويزين ما كنقولوش حنا اللي واعرين وانما كنقولوا من احسن لا كويزين في اسفي وتبعت المسار ديالي اللي هو الطبخ وانتقلت شويه للحلويات وداكشي المهم واليوم انا فرحان اليوم بهذا المشروع هذا اللي هو صغير اول مره كندير البادير هادي بوحدي لانه الانسان غادي كيكبر ما كيبقاش عنده الشجاعه ديال الخدمه وندير هذا المشروع هذا اللي هو بوتشي سيمو العالمي هو عباره عن محل صغير ميني غيستون في كل شيء في جميع الماكولات اللي كيكونوا في لي غيستون اللي كيكونوا سميتو ميني غيستون وثمن مناسب جديد واختاريت اليوم بعيدا على وصلنا للمدينه اختاريت اليوم المنطقه الجنوبيه اللي منطقه اسفي هي تبارك الله نازل جنوب الله يعمرها دار ولقينا واحد الترحاب زوين مع الساكنه هنايا والحمد لله كنشكر الناس ديال الجنوب ديال اسفي وكنشكر الناس ديال الساكنين ديال اسفي كاملين بالطبع لانهم كيبقاو ديما كليان وكيبقاو ديما زبناء الحمد لله واليوم انا فرحان بهذه المناسبه اليوم وبهذا الافتتاح هذا الشباب اللي كيقول ما كاينش خدمه ولا شي حاجه وما تعولش على ان من يقلب على راسو قلب يدير المشاريع ديالو يدير شي حاجه شي حاجه خفيفه راه كيجيب الله التيسير شي انسان ولد راه كروسه راه غادي يجيب الله التيسير راه الناس راه غير كروسه وكيصوروا 1000 درهم في النهار كنقسم لك بالله انا كنعرف دراري عندهم دير غير كروسات وكيصوروا 1000 درهم 800 درهم حتى 600 درهم في النهار فهمتي المهم هذا هو واحد رساله للساكنه للشباب ديال اسفي والساكنه كاع كل شيء المهم الانسان ما يبقاش ما يهرش راسو يسمع شي طريق خايبه ولا ما شوف الدنيا هي هادي كنقول للشباب بعدا فين قلب على راسك تعلم صنعه راه الدومين ديال لاكويزين الدومين ديال لاباتيسي راه زوين وفاسك واحد خصك تعرف واحد القضيه ان اسفي راه ما فيهاش لي كويزين راه خاصينهم لي كويزين هنايا وهذه نصيحه للشباب اللي بغيت يتبع لاكويزين او يدير الدراسه ديال لاكويزين او يتعلم راه ماشي بالضبط حنا قرينا عليها غير تعلمنا ليكسبيريونس والحمد لله وصلنا ولو عندنا ديبلومات ولو عندنا لي اتيستاسيون اللي خدينا من بزاف ديال المحلات فكره ديال سناك بوتشي سيمو هو غيكون واحد السناك اللي عنده المينيو ديالنا مبدل مايمكنش حنا غنبازيو على مينيو واحد في كل العام كامل او نفس الماكله حنا جبنا واحد اختارينا تريو بانيني ما كاينش في اسفي كيسبي بواحد الطريقه واعره ما دايروش شي واحد في اسفي اتمنى اللي اختارينا تقريبا راه كاين الحمد لله بدل من 10 دراهم 8 دراهم لي ساندويتش لي بانيني بدل من 8 دراهم 7 دراهم جينا هذه المنطقة لأن هذه المنطقة الحمد لله شعبية ومعروفة بالناس هنايا عاملين قادي على قد الحال وأتمنى بالنسبة للميوني اللي درنا زوانين ما كاين حتى واحد يديرهم في آسفي درنا الميوني كومبلي اللي فيهم لي ديسير وفيهم بحكم كيكون لونتخي والديسير و لا سويت ديالهم
المهم هذا المنيو كيكون عباره اللي غتاكل عوض ما تاكل بديك 60 درهم او 70 درهم واحد البلا، هنا غتاكل منيو كومبلي غتاكل ب 40 درهم او 30 درهم او 35 درهم، شي حاجه ما كاينش في اسفي. المهم هنا ديما كنقول للناس الساكنين ديال اسفي ان راه كل 3 شهور كنبدلوا المنيو او 2 مو كنبدلوا المنيو، المنيو مختلف الحمد لله. المحل ديال البوتشي اختارينا المنطقه هي الزاويه سيدي واصل اللي اون فاس مع مدرسه النخيله، معروفه هنايا المنطقه فيها مدرسه. جينا اختارينا هذه المنطقه لينا بحكم في المدارس اللي فيها تيك فيها بين زهراء فيها نخيله، حتى الشباب الصغار تا هو ياكل الدراري ديال المدرسه ياكلوا، وحتى حتى القدره الشرائيه كتكون رخيصه بزاف، لانه كتعرف الطلبه هنايا كيحتاجوا شويه للدعم ديالهم ساكن كاين اللي ما عندوش، اختارينا واحد اثمنه لا يتغدى بواحد 10 دراهم غيتغدى بها او 12 درهم غياخذ فيها واحد ساندويش ومناظر 12 درهم، هذا هو اللي اختارينا هنايا هذا هو اللي كاين. وبالنسبه لليفغيزون هنايا درنا ليفغيزون 5 ديغام اي بلاصه في اسفي كنصيفطوا لهم ليفغيزون، اللي بغى شي حاجه مرحبا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.